زيزي ابسط نفسك كليب واغنيه شويه فيها جنون، كلميني على التجربه دي ازاي كانت مختلفه بالنسبه لي. أغنية ابسط نفسك أغنية جديدة جديدة عليا أنا كمان، حسيت إن هي مش شبه أي أغنية أنا عملتها قبل كده، لأن هي كمان فيها 3 أنواع من التوزيع الموسيقي. فيها الأول ببدأ رجع، وبعدين بعمل مقسوم سريع، بعدين بعمل مقسوم قاعد، بعدين برجع مقسوم سريع. فيها أشكال إيقاعية كتير، وفي نفس الوقت كلامها قريب من الناس. حبيت فكرة الكلام، الحمد لله اني كاتبة ملحنة، يعني بشجع نفسي، عارفة اللي هو بقول كلام حلو ليا. بس وعايزة اقولك حاجة، انا في حاجة عايزة اقولها، ان انا دايما لما بكتب اغنية وبلحنها بكون مترددة انزلها، بس لما بسمع الناس اللي حواليا وبلاقي ردود فعلهم انه زيزي بجد نزليها الاغنية حلوة، بيدوني هما ان انا بيشجعوني ان انا انزل بيها فعلا. انحياز زيزي عادل في اغانيها للست عموما، بقى مش هقول لك الست المصريه، ازاي بتشوفي ده؟ انت بتبقي قاصده ولا هو الموضوع بيجي كده بايلك؟ والله بصي، مش دايما، يعني انا ساعات ببقى منحازه للست شويه، وبعدين قلت احب الحمش، يعني بحب الحمش دي على فكره، انا بتكلم عن الراجل الشرقي، فانا يعني شويه وشويه، بس يمكن عشان بدايتي كانت ضد الرجاله جدا، فانا اتخذ عليا الفكره دي. بس زيزي قولي لي ايه اللي بتحضريه الفتره الجايه؟ الفترة الجاية ضحكة مصطنعة، هي مش مصوراها فيديو كليب، هي هتبقى نازلة ليركس فيديو، وإن شاء الله نازلة الأسبوع الجاي، هي كلماتي وألحاني وتوزيع إيهاب سمير. مين الفنان اللي نفسها زيزي عادل تقف جنبه تغني؟ عمرو دياب. تصريح تصريح وعلني وصريح جدا. طيب ستات ستات فيروز فيروز؟ يعني فيروز طبعا. مين من الجيل اللي موجود دلوقتي؟ الجيل اللي موجود دلوقتي شيرين عبد الوهاب. زي بتمنى لك التوفيق من قلبي، ورب دايما في نجاح ان شاء الله. شكرا.